في السماء كما كان العراق في الأفق ها هو رويدا رويدا يعود، فلا شيء يبقى خلف القيود. هي سحابة صيف لكنها بغداد تسطر في الحاضر إنجازا جديدا باتفاق حكومتها ضمن مبادرة عراقية مصرية على إنشاء أول قمر صناعي عراقي بما يخدم البلاد بعد وصول عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية. وترددات إذاعية وخدمات تكنولوجية خاصة بالوزارة، ستحسن من منظومة العمل التقني والإلكتروني، وبالتالي سترفد العراق بما يحسن من جودة التعليم والصحة والزراعة والصناعة ويربطه بمحيطه العربي والعالمي. المبادرة تأتي بالاتفاق مع شركات متخصصة في مجال الأقمار الفضائية. إنجاز عراقي جديد يسجل في قائمة الإنجازات التي يريد لها العراقيون الازدهار والصعود نحو سماء الإبداع. سيما أن العراق يمتلك مخزونًا جيدًا من خبرات الإعلاميين والسينمائيين ما قد يفتح الباب مجددًا نحو الفنون العراقية ومهارات الشباب التي يحتويها قمر واحد يحمل اسم العراق في الفضاء ليصبح منافسًا بين المحيط العربي والعالمي. وما هي الا فرصه تمحو كثيرا من اخبار الحروب والدمار لتحل محلها اخبار وصور العراق في ابهى حله